ما تبقى الآن مع معاذ محارب. جولة جديدة ما تبقى وفيها بقيمة $20 ولمرة واحدة فقط منحة الأسد للقطاع العام من مدنيين وعسكريين تثير غضبا واسعا مع تفشي الطوابير والغلاء. تتضمن رسائل تحذيرية لضباط النظام من التعامل مع حزب الله. إسرائيل تستهدف مقرا في الجولان وتلقي منشورات لقادة الأسد، واتهموه بإخفاء أدلة وتمويه مستودعات التخزين. تحقيق جديد لمنظمات دولية يكشف ألغازا جديدة في كيماوي الأسد. حياكم الله. أصدر بشار الأسد مرسوماً تشريعياً يقضي بصرف منحة لجميع العاملين المدنيين والعسكريين في القطاع العام للجميع. هذا المرسوم، هذه المنحة. المرسوم ينص على صرف منحة لمرة واحدة فقط بمبلغ مقطوع قدره 50,000 ليرة معفاة من الضرائب لعمال القطاع العام، لكل العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات وشركات ومنشآت القطاع العام. هذا المرسوم قضى بصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 40,000 ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة. ربما حال الناس في مناطق النظام بعد خبر المنحة يقول، ربما لسان حالهم يقول: ومنحتني لا خير في منحك، لا توقفن صوتي على قرحك. ربما هكذا يقولون، لأن هذه المنحة سبقها رفع أسعار المازوت أكثر من 150%، 120% تقريبا. ثم كل هذه المنح لن تغني ولن تسمن من جوع تجار محسوبون على النظام، يقولون إنه بعد رفع أسعار مادة المازوت الصناعي، حتى لو لم يتأثر مازوت الزراعة،
لكن هذه كارثة بالنسبة لكل المعامل، بالنسبة ستلحق الكارثة كل القطاعات في المناطق التي يحكمها النظام. بالتالي هذه 50,000 ليرة أو 40,000 ليرة ما الذي ستفعله للناس؟ وفعلا الناس في مناطق سيطرة النظام كتبوا وعلقوا واستهجنوا وسخروا كثيرا من هذه المنحة ومن هذين المرسومين. لكن اللافت طريقة تعامل الإعلام الروسي مع هذا الخبر. الإعلام الروسي ناطق بالعربية هكذا، يعني أتى بالمانشيت العريض ليقول بشرى سارة، هكذا نصا يقول الإعلام الروسي، بشرى سارة بشار الأسد يعد السوريين ب50,000 ليرة، ثم يريدون الخبر. أنا لا أعلم إذا كان الإعلام الروسي ناطق بالعربية مثل سبوتنيك مثلا تستهزئ من بشار الأسد أو تتعامل بسخرية هكذا في المنشيط الخبر، هكذا أتت به. والقارئ للخبر يشعر أنه فعلا سبوتنيك تسخر من بشار الأسد وتستهزئ من مراسيمه، هذا فضلا عن قطاعات واسعة من الناس. طريقة تعامل الإعلام الروسي مؤخرا مع بشار الأسد فيها كثير من الغرائبية، ويعني فيها كثير من الأشياء الغير مفهومة. سبوتنيك الروسية تسخر من بشار الأسد ومن مراسيم الأسد، ما مدلولات ذلك؟ يعني هذا أمر متروك للأيام، لكن الناس الآن في ضائقة. وحتى لو حصلت أصلاً، البعض يقول حتى لو حصلت زيادات في الرواتب فهي كذلك لن تفعل شيئاً أمام هذه الزيادة المخيفة في مادة المازوت، سعر اللتر من 225 حتى 625، ارتفاع مخيف، والناس على أبواب شتاء، وهو بالأساس أصلاً لا يوجد هناك وفرة في هذه المادة. وفارس الشهابي صدح بالأمر بالصوت العالي، قال إن هذا الأمر سوف يوقف المعامل. كذلك عمر رحمون كان له تعليق لافت. عمر رحمون يعني من كبار دهاقنة النظام وعرابي عرابي النظام، يقول عمر رحمون إنه مبروك، بعد هذا المرسوم سوف لن نشاهد طوابير على الأفران مرة أخرى، وكأنه الرجل يقول سوف ينتهي إصدار أصلاً تصنيع مادة الخبز ولن نشاهد طوابيراً. سقف الموالين مرتفع، لكن البعض يقول سوف يعود للنزول ولا مشكلة. قالت وكالة الأنباء السورية التابعة للنظام، قالت إن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف بصاروخ قرية الحرية في ريف القنيطرة الشمالي، بينما تحدث تجمع أحرار حوران الذي ينشط في الجنوب السوري، قال التجمع إن الطيران الإسرائيلي ألقى مناشير تضمنت رسالة إنذار موجهة لعناصر النظام. هذه المناشير تضمنت أسماء 5 ضباط لدى النظام، وأرفقت مع أسمائهم عبارة أنتم بوزوا المدفع. هذه مثلاً هكذا، هذه المناشير التي ألقت على عناصر النظام كما يقول تجمع أحرار حوران، اللواء علي أسعد، اللواء أكرم حويجة، اللواء مفيد حسن، العميد حسين حموش، العميد باسل أبو عيد، يعني تشكيلة توليفة من عناصر قادة الألوية لدى النظام، قادة القطاعات، يقول لك رسالة إنذار موجهة لكل هؤلاء. مصلحة حزب الله وإيران هي ليست ذاتها مصلحة الفيلق الأول أو الدولة السورية وسكان الجولان وحوران، كل من يتعامل مع حزب الله مستهدف، وقد أعذر من أنذر، أو وقد أعذر من أنذر، يجوز الوجهان طبعا. We'll be right back.
قصفت مدرسة تتخذها الميليشيات الإيرانية مقر لها في هذه القرية في الجولان، هل قتل أحد أم لم يقتل؟ هناك أنباء تقول هناك 3 قتلى. النظام قال لا يوجد خسائر بالمطلق، لا قتلى ولا جرحى، لكن الأخبار مؤكدة، يعني الضربة أتت مركزة ودقيقة، وبالتأكيد هناك إصابات، ربما قتلى وربما جرحى، بغض النظر عن الأخبار التي تقول هناك 3 قتلى. كذلك هذه مسألة المناشير، هناك إلقاء مناشير بالفعل تحذير من الإسرائيليين لجماعة النظام، أنه والله يعني إيران وحزب الله لن يغنيا نكما، فانتبهوا لحياتكم واقطعوا الصلة. في هذه النقطة تحديدا البعض يقول أن قاسم سليماني كان يتمشى على ضفاف بحيرة طبرية وتحت عين وسمع الإسرائيليين، تحت بصر وسمع الإسرائيليين، كان يتمشى على الضفاف. ثم الإسرائيليون البعض يقول ليسوا جادين كفاية في مسألة ترويع الإيرانيين على الأقل في جبهة الجنوب السوري، هم يعلموا أن الإيرانيين لم ينسحبوا لمسافة 80 كيلومتر كما طلبوا من الروس، والروس أصلا ما نفذوا هذا الأمر وليسوا الآن في وارد تنفيذ هذا الأمر، والإيرانيون يتغلغلون الهوينة في جنوب غرب درعا، والإسرائيليون يعلمون هذا الأمر. لتبقى العلاقة بين إسرائيل وإيران إشكالية. البعض يجزم أنهم ليسوا أعداء، بالطبع ليسوا أعداء، لكن مدى حدود الخلاف أو الاختلاف، وربما يكون خلافا في وجهات النظر في مسألة الجنوب السوري، إلى أي مدى الأمور سوف تتصاعد. هذا القصف في القنيطرة قصف متكرر سوف يكرره الإسرائيليون، يحدث في القنيطرة، يحدث في شرق سوريا، يحدث في أماكن متعددة، يحدث في ريف دمشق كذلك، في المناطق المحيطة بدمشق. لا مؤشرات واضحة على رغبة إسرائيلية حقيقية بطرد الإيرانيين، وبالتالي الروس البعض يقول في حالة استرخاء، هم أصلا ليسوا مضطرين لهذه الخطوة، هذا فضلا عن أنه هل باستطاعة الروس أصلا إخراج الإيرانيين لمسافة 80 كيلو متر؟ قدمت منظمتا مبادرة العدالة للمجتمع المفتوح الأمريكية والأرشيف السوري غير الحكوميتين، قدمتا تقريرا إلى هيئات دولية يكشف طريقة تشغيل البرنامج الكيماوي لدى الأسد وقيام النظام بإخفاء الأدلة. النظام يقول، تقول منظمة الأرشيف السوري، أخفى أدلة استخدامه للكيماوي عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. هذا التقرير استند إلى تحليل المصادر المفتوحة واستخدام البيانات المستمدة من سجلات الأمم المتحدة وشهادات نحو 50 مسؤولا منشقا شغلوا مناصب في مركز الدراسات العلمية والبحوث. التقرير المركز هذا في مساكن برزة المعروف يعني للجميع.
معنا من بلجيكا مسؤول الحملات والمناصرة في فريق الأرشيف السوري، إحدى المنظمتين المسؤولتين عن هذا التقرير، وهو محمد عبد الله. محمد عبد الله، مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء النور. لماذا تتأخر الإحصائيات والأدلة كل هذا الوقت؟ أول شيء شكرا جزيلا لإجراء هذا اللقاء. هلا حاليا بالنسبة للتأخر في 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 تقديم هذه المواد وفي في تقديم هذا التقرير، يعني نحن قمنا بعمل تقريبا 3 سنوات على جمع هذه الأدلة، قمنا حتى إجراء البحث وإجراء المقابلات مع الشهود المنشقين الذي ذكرتهم قبل قليل في التقرير، الذين كانوا يعملون في هذه المؤسسات. فهذا العمل يحتاج مدة طويلة، يعني ملاحقة هؤلاء المنشقين وتأمين مقابلات معهم وتأكيد الإدعاءات الذين يقولون بها، يعني هذا كتير بصراحة شيء مهم. بالإضافة طبعا إلى أنه يعني نحن عملنا كفريق الأرشيف السوري تحليل هذه المواد اللي هي منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى التواصل مع النشطاء اللي موجودين على الأرض وقاموا بتصوير وتوثيق هذه الانتهاكات، يعني فهذا يحتاج وقت طويل بصراحة. فبهالفترة يعني بصراحة يعني حاليا بهالفترة يعني نحن عم نحكي عن الـ OPCW اللي هي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، عطت مهلة 90 يوم للحكومة السورية لحتى يحكوا أو عفوا للتصريح عن المواد الكيماوية أو عن ترسانة الكيماوية الموجودة في ترسانة النظام السوري. ولكن بعد انتهاء هذه المدة وبنهاية شهر نوفمبر رح يكون في اجتماع لمنظمة الأسلحة العالمية لتحكي عن هذا الموضوع طبعا. إذن التأخر نتيجة جمع المعلومات ومن المصادر. لو نكرر المصادر إذا تكرر، على ماذا اعتمدتم؟ ما هي مصادركم كانت في التقرير؟ طبعا هلا هني نحن بالنسبه للتقرير نحن في عندنا مواد اللي كانت موجوده على السوشيال ميديا، ان كان فيديو ان كان صور ان كان تقارير مثلا إخبارية تم نشرها عن طريق مصادر مفتوحة المصدر، إن كان عن طريق منظمات إن كان عن طريق نشطاء مستقلين يعملون على الأرض وكانوا توثيق هذه الانتهاكات بصراحة. نعم. والأهم كمان هي إجراء مقابلات مع 50 مسؤول سوري الذين انشقوا خلال السنوات الأخيرة عن النظام وكانوا يعملون في مركز البحوث، مركز دراسات والبحوث العلمية. هذا المصدر الثاني، يعني مصدر المغلق والمصدر المفتوح. طيب تمام. محمد عبد الله، ما الذي أضافه تقريركم شيئا جديدا؟ يعني هناك تقارير، 3 تقارير عن هذا الموضوع، تقريركم ما الذي أضافه؟ هلا بالنهايه بصراحه يعني جهود منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدوليه في سياق بناء هذه الدعاوى القانونيه هي جهود واحده لبناء العداله من اجل الضحايا وبناء السلام في سوريا، ولو انه هو تعاون غير مباشر. يعني مثل ما ذكرت حضرتك في 3 دعاوى حاليا عم يتم البحث فيها، ولكن يعني العديد من هذه المنظمات قامت بإدلاء يعني باعطاء معلومات فادت منظمتنا كأرشيف سوري وفادت المنظمات الثانية عم تعمل بهاي الدعوة. الشيء اللي تم إضافته في هذا التقرير هو دور يعني المنشقين، دور 50 شخص اللي هن أدلوا عن معلومات مثل ما كان هلا مذكور حاليا بالتقرير ذكرتوه حضرتكم عن وجود كائنات جديدة ما كانت معروفة بصراحة. يعني نحن كلياتنا بنعرف انه مركز البحوث العلمية يلي مثل ما تفضلت موجود هو اللي عم يقوم بإنتاج هذه البراميل المتفجرة اللي هي تحتوي على الكلور، تحتوي على غاز السارين. ولكن حاليا في يعني في نقاط ثانية تقريبا عن اكثر من 60 نقطة في سوريا هاي يعني لم يصرح النظام السوري عن وجودها اصلا. يعني إذن بيضة القبان هم 50 شخص الذين انشقوا عن مركز البحوث العلمية طبعا، وقابلتموهم طبعاً. أنتم طيب هؤلاء أدلوا بشهادتهم لمؤسسات أخرى أم فقط للأرشيف السوري؟ هلأ حاليا نحن يعني طبعا بالتعاون مع منظمة مبادرة العدالة وفي الدعوة الماضية مع مركز السوري للإعلام وحرية التعبير وبالتعاون مع محامين قانونيين قاموا بإدلاء يعني بقيام مقابلات وتم التأكيد من صحة الأقوال التي دعوها، ونحن بانتظار المدعي العام الاتحادي الفيدرالي في ألمانيا لحتى يستدعي الشهود
ويعني يستمر في 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 هذه الدعوة يعني، وتعزيز يعني التقرير حاليا هو أتى لتعزيز الدعوة التي قمنا بتقديمها في مع بداية شهر تشرين الأول أكتوبر. تقريركم لمن قدم؟ هلا يعني قمنا بتقديم يعني التقرير هو قدمناه لخمس مؤسسات مختلفة. أول شيء هو عم نحكي عن فريق التحقيق وتحديد الهوية، هو تابع لمنظمة الحظر الأسلحة الكيماوية. بعدين الآلية الدولية المحايدة والمستقلة اللي هي IIIM، هي هيكل منبثق عن الأمم المتحدة عم يقوم بجمع الأدلة على الجرائم المرتكبة في سوريا. وأيضا قمنا بتقديم هذا التقرير لوزارة العدل مكتب العدل الأمريكية مكتب التحقيقات الفيدرالي، بالإضافة للمدعي العام الاتحادي الألماني يعني هو يعني مؤخرا مثل ما ذكرت استقبل الشكوى أو الدعوة اللي قمنا بتقديمها مع بداية شهر أكتوبر. طيب وهذه الجهات التي ذكرتها كيف تلقت هذا التقرير منكم؟ هلا من المهم جدا نذكر أنه يعني هذه الجهات قامت مثلا المركز المدعي العام الألماني يعني أصدر بيان باستلامه هذه الدعوة، وحتى في التقرير الحالي نحن بانتظار إصدار أي بيانات مثلا أو تصريحات مباشرة تتحدث عن استقبال هذا التقرير، ولكن يعني حاليا التقرير هو جزء من الدعوة التي ما زلنا نقوم بها ضد جراء استخدام الكيماوي في سوريا. جميل. طيب محمد عبد الله، قيمة هذا التقرير قانونيا أو سياسيا ما هي رأيك؟ هلا بصراحة يعني أول شيء هو بيفيد بتعزيز الجهود الرامية لتوزيع الولاية القضائية للآلية الدولية المحايدة والمستقلة من أجل سوريا. هذا الشيء ممكن يفيد على أنه إحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة خاصة للتحقيق حول الجرائم المرتكبة في سوريا. يعني نحن عم نحكي أنه الحكومة السورية هي لديها برنامج قوي للأسلحة الكيماوية، بالتقرير نحن ذكرناه من 90 صفحة يتكلم بشكل مفصل على أنه النظام السوري لم يصرح عن يعني ترسانته الكيماوية بشكل كامل، علما على أنه منظمة الأسلحة ذكرت أنه هو تم تسليم كافة الأسلحة الكيماوية، ولكن هذا الشيء ممكن كتير مهم، وهذا بدعو على نحن ندعي الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية باجتماعهم القادم في نوفمبر على البحث ومحاسبة الانتهاكات المستمرة لاتفاقيات الأسلحة الكيمائية اللي عم تصير هلأ. نعم. يعني نتمنى بصراحة أنه هذا التقرير وهي الدعاوي اللي احنا عم نشتغل عليها سواء الأرشيف السوري أو المنظمات الموجودة السورية والدولية، يعني نتمنى أنه هذه الدعاوي هي بداية لمستقبل تحقق فيه العدالة في سوريا يعني والعدالة لضحايا والناجين. هل أنت في قرارة نفسك تعتقد هذا الأمر ممكن أن يحدث؟ هلا لازم تعرف شغلة، الدعاوى القانونية هي مهم يعني خطوة مهمة جدا لحتى يكون في شيء قضائي على الأرض. بالنهاية أي يعني جمع كل المواد وجمع كل التوثيقات يلي قامت على يعني خلال التسع سنوات الماضية، هذه خطوة هي المرحلة الثانية من أنك أنت تقدر تقدم شيء قانوني قضائي. يعني ذكرت سابقا انا في حديث تقديم الدعوه لشكوى استخدام الاسلحه الكيماويه هي كانت اول دعوه يتم يعني تقديمها قضائيا ويتم اتهام مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومه السوريه في يعني اتهام في استخدام هذه الاسلحه، من بينها طبعا غاز السارين يلي تم استخدامه في الغوطه الشرقيه من عام والغربيه من عام 2013 وفي خان شيخون من عام 2017. فيعني انا عندي قناعه بصراحه انه يعني هي خطوه ثانيه اكيد نحن هذا المحكمه اكيد حتكون طويله الامد، يعني لا نعلم للصراحه قديش ممكن تكون، ولكن لمسنا جديه من المدعي العام الالماني في البدء يعني حتى الشرطه الالمانيه قامت يعني اوريدي يعني بشكل كامل بإجراء مقابلات مع الشهود يلي حيكونوا موجودين بهذه الدعوة. حسناً. أنتم في الأرشيف السوري كذلك فتحتم ملف الشركات البلجيكية التي أرسلت مواد كيميائية للنظام. طبعاً. ما الجديد باختصار لو سمحت؟ اي طبعا. هلا الارشيف السوري سابقا خلال السنوات يعني منذ سنتين تقريبا احنا يعني قمنا بدعوتين مفصلتين، واحده في سوريا وواحده في سويسرا ضد شركتين، يعني صدرت طبعا ضدهم احكام بمقاضاه هالشركتين متهمات بتصدير مواد كيماويه اللي هي ايزو بروبونال. احدى هي الشركتين هن موجودين في بلجيكا.
وتم مقاضاة الإدارة في هذه الشركات، وأحدهم حتى يعني مسجون على خلفية هذه، يعني على خلفية تصدير هذه المواد. والأرشيف حاليا عم يقوم بمقاضاة شركات ثانية بصراحة عم تنتهك أيضا لوائح المواد الكيماوية. طبعا جهود قوية للأرشيف السوري، لكنكم في الأرشيف السوري يعني ما اختصيتمونا نحن تلفزيون سوريا بشيء من جهودكم، بشيء من ورقكم، فقط نيويورك تايمز والليموند. هلا بالنهاية بصراحة يعني كأرشيف سوري نحن مهمتنا بصراحة أنه يكون الحديث عن هذا الموضوع باللغة العربية أولا، لأنه أهلنا يعني برأي الأرشيف السوري وبقناعة جميع المنظمات التي تعمل على هذا على هذه الدعاوى، من المهم جدا أنه أهلنا في سوريا يعني يكون على اطلاع بشكل كامل على ما يحصل. يعني أكيد بهمنا نكون في على تواصل دائم مع الإعلام. إذن نحن قبل أن نحن ننتظر منكم أوراقا جديدة أكيد، ولكن أنا أريد في ثانية واحدة فقط أريد أن أخص بالشكر النشطاء اللي هن قاموا بتوثيق هذه المواد. يعني طبعا الأرشيف ولا غير منظمات لهم الشكر، ولكن لولا وجود هذه يعني لولا وجود وجهود الناشطين نحن ما كنا هلأ حاليا عم نحكي بهذه الدعاوى. فيعني الشكر الجزيل لكل شيء، كان كل الشباب والصبايا اللي كانوا عم يشتغلوا بهذا الموضوع في توثيق هذه الجرائم. شكرا محمد عبد الله، مسؤول الحملات والمناصرة في فريق الأرشيف السوري من بلجيكا، شكرا جزيلا لك. تهامة تبقى غدا بإذن الله 9 مساء توقيت دمشق، ما تبقى جديد في أمان الله.